السلام عليكم. معلش، عشان انا كان عندي مشكله في الجهاز نفسه واشتغل. الشاشه كده ظاهره قدامكم ولا لا؟ ايوه يا دكتور. ماشي. والصوت، صوت معقول ولا عاوز؟ واضح واضح، الصوت واضح. ماشي. احنا المحاضرات اللي قبل كده كنا اتكلمنا في اول وتاني محاضرة على الدراسات المبدئية عشان نعمل مشروع لتنقية المياه او لمعالجة مياه الصرف. المحاضرة الثالثة اللي هي اللي فاتت اتكلمنا على، قلنا مراحل، بدأنا نتكلم على الامداد بالمياه الووتر سبلاي، وقلنا ان اول مرحلة هي المياه من مصدرها، والكلام ده شرحناه وشرحنا ازاي بنجمع المياه بواسطة منشأ بنسميه الانتيك او المأخذ. الانتيك زي ما شرحنا قلنا هو منشأ وظيفته ينقل المياه من مصدرها الى محطة التنقية، وشرحنا المكونات بتاعته وازاي نصممه. هنبدأ بقى في الووتر تريتمنت بلانت او البيرفيكيشن ووركس اللي هي اعمال تنقية المياه. يبقى الووتر بيرفكشن وورك هي الووتر تريتمنت، عملية تنقية المياه من خلال ومعالجتها من خلال امرارها في خلال عدة عمليات. يعني احنا بنعمل تنقية المياه ان احنا بنعمل في المحطة مجموعة من العمليات، العمليات دي بتقوم بتنقية المياه. طيب بالنسبة للتنقية ده بيعتمد على خواص المياه اللي احنا يعني انا مياه جوفية غير مياه سطحية، مياه فيها نسبة عقار عالية، يبقى محطة التنقية دي بتعتمد على خواص المياه والشوائب الموجودة فيه. لو احنا شايفين دي رسمة كده بتبين مراحل تنقية المياه. بنبدأ نقول ادي الانتيك، لو بصينا من الشمال بتبدأ المياه تتحرك وتدخل خلال ماسورة الكوندويت الى اللو ليفت بامب اللي هي الطرمبات الضخ منخفض، بعد كده بتدخل على المحطة خلال خط الدليفري او بايب اللي هو خط التوصيل، بتدخل على او رابيد ميكسينج خزان مسك، بيتم إضافة حاجتين، بيتم إضافة القلم اللي هو المادة المروبة وهنشرحها النهاردة اللي هي الكيميكال أديشن، وبعد كده بتروح على الرابيد ميكسينج وعلى السيديمنتيشن. خلال المواد اللي هي موجودة في المية بتبقى مواد عوالق قطرها صغير جدا محتاجة وقت عشان ترسب، فبنضيف مادة بحيث نجمع المواد دي في مواد كبيرة ونرسبها في خزان الترسيب. بعد الترسيب بتروح المياه، مسار المياه بيروح لحد عملية الفلتريشن بعد الكواجوليشن، يعني عملية المزج السريع والمزج البطيء كواجوليشن اند فلاكوليشن. بتروح بعد كده للفلتر اللي هو مرشح المياه، تم عشان يشيل اي ذوائب او اي مواد ملوثة موجودة في المياه. بعد كده بيروح بنضيف الكلورين ويروح للخزان الارض زي ما احنا شايفين اللي هو تحت خالص، ده خزان تحت سطح الارض، واحنا حتى يعني بين لك انه زارع فوق خضره والكلام ده. وفي بعد كده الميه بيتم ضخها بواسطه طرمبات الرفع العالي في شبكه التوزيع وتروح للخزانات العلويه. يبقى ده كده مخطط لمرحله الامداد بالمياه من اول الانتاج لحد التوزيع. طيب الريفكشن وورك، احنا بنتكلم على ايه هي بنعملها ليه، او كواليتي فرو ووتر ديبندز ان، يعني على لما نيجي نعمل تنقيه للميه الخام، الميه الخام الجوده بتاعتها بقى هي اللي بتحدد نوع التنقيه او هنعمل ايه في محطه التنقيه. يبقى المياه الخام عندي اللي انا هاخدها من المصدر واعمل لها تنقيه، ايه الخواص بتاعتها او جودتها، بتعتمد على مجموعه من العوامل. اول حاجه اللي هي السسبندد سوليد، المواد العالقه. واحنا كنا اتكلمنا على الووتر كواليتي وقلنا الكلام ده
ونزلتها لكم في المحاضرة رقم 2. السسبندد سوليد المواد العالقة كميتها الموجودة في المية، الأورجانيك ماتر المواد العضوية اللي هي الدايبة في المية، الديزولفد سوليد المواد الدايبة اللي هي زي الأملاح الموجودة في المية، المايكرو أورجانيزم اللي هي الكائنات الحية، البكتيريا اللي هي الباسيفونيك اللي هي المسببة للأمراض، والألجي اللي هي الطحال. الغرض من عملية المعالجة بتاع المية أو تنقية المية هي التخلص من كل هذه المكونات. يبقى الحاجات الموجودة دي في المية دي كلها المفروض إن أنا أتخلص منها. يبقى it's must to get rid of all the briefs. يبقى إحنا المفروض إن أنا أتخلص من كل الإيه المواد دي. ده برضو شكل دايجرام لمحطة معالجة المية أو تنقية المية. دايما المية نقول تنقية، بتبدأ برضو من الرو ووتر انتيك اللو ليفت بامب، بتدخل عندي على مجموعة من الخزانات، وهو ده اللي احنا هنبدأ نصممه في محطة تنقية. يبقى أول خزان عندي اللي هو الرابيد ميكسينج اللي هو المزج السريع، إن أنا بضيف مادة مروبة. المادة دي بتقوم بتجميع الجزيئات الصغيرة مع بعضها، فأنا بوزعها الأول بواسطة مزج سريع، وبعد كده أوديها على خزان فلاكوليشن اللي هو المزج البطيء، بحيث ان انا اكون جزيئات كبيره. بعد كده هنوديها لخزان ترسيب الجزيئات الكبيره اللي اترسبت عندي اللي اتكونت دي، نرسبها في السيديمنتيشن. بعد السيديمنتيشن قد يبقى بعض العوالق المسببه للون والطعم في الميه، فنوديها للايه للفلتريشن اللي هو ترشيح الميه. بعد الفلتريشن يبقى كده عمليه التنقيه انتهت، مجرد نضيف كلور ونخزن المية في الخزان الأرضي، وبعد كده نضخها في الشبكة بواسطة الهاي ليفت بامب أو طرمبات الضغط العالي. يبقى عملية تنقية المية اللي هي إحنا هنتكلم على ده فلو دايجرام لمحطة تنقية المية اللي هي المياه السطحية باستخدام الرابد ساند فيك أو الفلو دايجرام فور سيرفيس ووتر تريتمنت. يبقى أنا قلت إن 95% من محطات المية بتستخدم المياه السطحية. ده المخطط بتاع المحطة اللي أنا بعمله الأول، وبعد كده أبدأ أصمم في المحطة. يبقى المحطة بتاعتي هتتكون أو الوحدات اللي أنا هصممها عبارة عن أول حاجة رابد ميكس اللي هو بنسميه فلاكوليشن كواجوليشن، والسلو ميكس اللي هو الفلاكوليشن. بعد كده الرابيد ميكس ده بيوزع الماده المروبه على الجزيئات، الفلاكوليشن بيجمع الجزيئات، تقليب بطيء يجمع الجزيئات مع بعض عشان يكون لي جزيء كبير، بارتكل كبير حجمه كبير عشان يترسب بسهوله. نوديه لخزان ترسيب اللي هو السيديمنتيشن تانك، بيتم ترسيب الايه المواد العالقه والجزيئات الموجوده في الميه. بعد كده بنعمل عملية بيرفيكيشن أو يعني تنقية بقى آخر مرحلة المية، نوديها للفلتريشن. الفلتريشن اللي هو المرشحات الرملية، بيتم إزالة أي مواد بقى موجودة أو أي كائنات حية فيه. بعد كده بتبقى المية جاهزة للتوزيع، بنضيف عليها الكلور ونخزنها في خزان أرضي، بحيث إن احنا نبدأ نسحب منها بواسطة طرمبات الضغط العالي اللي هي الهاي ليفت بامب، ونوزع في شبكة المدينة. ده الفلو دايجرام لشبكة المدينة. نفس برضو المخطط انا منزل لكم مخططين عندك في البي دي اف، بحيث ان الاسهل لك يعني ايه. ادي برضو السيرفيس ووتر تريتمنت بلانت، تبدأ برضو بالكواجلانت اللي هي الرابيد ميكسينج، والفلاكوليشن السلو ميكسينج، السيديمنتيشن ترسيب، فلتريشن وخزان ارضي، وهكذا. الغرض بقى بيربوس اوف ووتر بيرفكشن ورك، الغرض من عمليه تنقيه المايه. يعني احنا بنعمل تنقيه المايه ليه؟ امبروف ذا فيزيكال كاركترستيك اوف ووتر، بنخزن بنحسن الخواص الفيزيائيه للمايه، بان انا اشيل العقاره ريموفنج تربيديتي، دي العقاره بتاع المايه، بنشيل اللون، بنشيل الطعم، دي حاجات محسوسه للمايه المفروض بنشيلها. يبقى بنحسن الخواص ديت بحيث تبقى المايه ما تضرش الصحة ومقبولة بواسطة المستخدم. Destroy any contained bacteria or especially basaconic bacteria.
بنقضي على الكائنات الحية اللي هي البكتيريا اللي هي مسببة للأمراض. بنشيل بقى عصر المية، الحديد الايرون اند المنجنيز، الحديد والمنجنيز، الاملاح والغازات الموجوده والاملاح الدائبه في المية. يبقى غرض البيربوس اوف ووتر تريتمنت او ووتر بيرفكشن ورك، اول حاجه بنشيل المواد الطبيعيه او المواد الفيزيائيه الموجوده في المية اللي هي مسببه او هي العقاره واللون والطعم. تاني حاجه بنشيل الكائنات الحيه المسببه للامراض. بنشيل بقى المواد الاملاح اللي هي الدايبه والمسببه لعصر الميه، الحديد والمنجنيز، اي املاح او غازات في الميه. يبقى ده الغرض من عمليه تنقيه المياه. عشان نفهم بقى تنقيه الميه، احنا بنتكلم على مواد عالقه موجوده في الميه. المواد دي بنسميها كولويد. الكولويد ديت اللي هي الكولويد سسبنشن، هي العوالق ديت عشان نفهمها قدامنا الجدول ده. لو جبنا مجموعه من الجزيئات وسبناها في الميه وقسنا المسافه بتاع سرعه الترسيب بتاعتها عشان ازيد، يبقى عمليه تنقيه الميه بتعتمد ان انا ارسب المواد الموجوده في الميه. لو انا عندي مثلا حبايه زلط قطرها 10 مللي وسبتها في الميه ترسب بسرعه 73% متر على الثانيه. لو انا جبت كورس ساند هيترس قطر 1 مللي هيترسب بسرعه 23 متر على الثانيه. لو عندي فاين ساند يبقى هيترسب بسرعه 6.1 متر. طب الكلام ده عشان لو انا عملت خزان ترسيب للميه بعمق 3 متر، يبقى انا غلط عشان تترسب في ال 3 متر دول عاوزه قد ايه؟ عاوزه 4 ثواني. لو انا سبت حبايه كورس ساند او فاين ساند اللي هي الفاين ساند عاوزه 5 دقائق، يبقى انا اعمل خزان الميه تقعد فيه 5 دقايق هشيل الايه الفاين ساند. طب جيت بقى للسلت هلاقي ان السرعه بتاعته قليله، عاوز 20 ساعه عشان يترسب ال 3 متر دول اللي هو عمق الخزان. طيب لو قلنا ان احنا عندنا حجم الخزان بيساوي كيو في التي، التصرف بتاع الخزان اللي هو داخل الخزان في زمن البقاء. فبالتالي كل ما انا ازود زمن البقاء في الخزان كل ما بيبقى ايه حجمه اكبر، فبيبقى ياخد تكلفه انشاء اكبر. طب انا اقول لحد 20 ساعه ممكن. طب باجي اقول بقى عندي اللي هو اللارج كولويدز اللي هي المواد العالقه اللي هي الكبيره، القطر بتاعها 3 من 10 1 من 10000 من متر، عشان تترسب بقى 3 متر دول عاوز 10 سنين. فمش معقول ان انا هعمل خزان بقى عشان احط الميه تقعد 10 سنين عشان بعدهم ببدا اسحب منه ميه عشان ارسب اللارج. طب عندي حاجه ثانيه، عندي سمول كولويدز اللي هي العوالق الصغيره، السيتلنج فورست بتاعتها 3 متر كل مليون سنه. يبقى انا عاوز مليون سنه اعمل خزان كده واقعد مليون سنه عشان اسحب منه ميه، فدي حاجه غير منطقيه. فيبقى لازما في طريقه ان انا اشيل اللارج والسمول كولويدز ديت من الميه في خلال وقت قصير جدا. فده بيديني فكره بس ليه ان انا هبدا افكر في ايه. انا عندي المواد زي الزلط والكورس والفاين ساند والسلت، دول ممكن يتشالوا عادي بدون اي اضافات ودون اي حاجه. الميه في السلت هتقعد 20 ساعه في الخزان بعد كده تطلع ميه رايقه. طب انا عندي الميه اصلا في اغلبيه الملوثات اللي فيها اللي هي اللارج والسمول كولويدز، مش معقول اقعد 10 سنين او مليون سنه عشان اشيل عوائق. يبقى لازم افكر في طريقه اشيل بيها العوالق. انا بتكلم على مدخل لعمليه تنقيه الميه اللي احنا الوحدات اللي بعد كده بنعملها ازاي. يبقى هنتكلم بقى، يبقى احنا محتاجين عمليه نزيل بيها الجزيئات دي. يبقى العمليه دي كوجوليشن اند فلاكوليشن. الكوجوليشن والفلاكوليشن دول عمليتين مترابطين مع بعض، يعني الاولانيه تحدث وبعدها يحدث الثاني. يبقى انا عندي الجزيئات الصغيره دي انا عاوز اجمعها، فقلنا بنضيف ماده عليها، الماده دي نوزعها الاول على الجزيئات الموجوده في الميه، يبقى دي عمليه الكواجوليشن. وبعد كده نعمل تقليب بطيء بحيث ان انا الجزيئات دي تقرب من بعض
وتلتصق وتكون جزيء كبير، فبنسمي ديت عمليه الفلاكوليشن. طيب الكواجوليشن والفلاكوليشن دول بنعملهم للكولويدز. الكولويدز دي عباره عن جزيئات صغيره بتسبب العكاره والكرر والتيست في الميه. طيب الجزيئات الصغيره، الجزيئات الصغيره دي ما يمكنش ازالتها بواسطه عمليه الترسيب، يبقى انا لو سبتها في الميه بتكلم تقعد مليون سنه، يبقى عمليه ان انا ازيلها بالترسيب دي صعبه جدا. يبقى ده نتيجه ايه؟ ان الجزيئات دي القطر بتاعها صغير جدا، المساحه السطحيه بتاعتها كبيره بالنسبه لقطرها، فبالتالي بتفضل ثابته ستيبل في المحلول، يبقى ما بتتحركش. يعني ما انا بتخيل مليون سنه، يبقى بالنسبه لي لو جيت بعد 100 سنه الجزيء هلاقيه في مكانه وتحرك جزء من الملي، فبالتالي هي بتعتبر ثابته في مكانها، فلازم اعمل عمليه. طب العمليه دي بنسميها كواجوليشن وفلاكوليشن، بنشرحهم دلوقتي. طيب الكواجوليشن هي عمليه تجميع الجزيئات الصغيره خلال لارج اجريجيت، يعني خلال جزيء كبير، وعمليه اساسيه في عمليه معالجه الميه. الغرض منها ازاله كل المواد الملوثه السوليدز الموجوده في الميه. طيب الكواجوليشن بقى هنتكلم ان الجزيئات اللي هي الملوثه الموجوده في الميه الكلويد دي عليها شحنات سالبه، ولو جينا نجمع الجزيئات دي مع بعض عاوزين نجمعهم بتقليب بطيء فهنلاقي انه اللي هيحصل بينهم تنافر. طب لما نضيف، فبنضيف ماده مروبه اللي هي كبريتات الالومنيوم لها شحنات كهربيه موجبه، فلما بنعمل تقليب سريع الشحنات الموجبه ديت بتعادل او بتزيل الشحنات الكهربيه السالبه على الجزيئات، فبالتالي لو انا قربت الجزيئات من بعض في قوه اسمها فاندر وولف فورس او قوه تجاذب ما بين الجزيئات، فالجزيئات بتتجاذب. الماده اللي انا المروبه ديت بيبقى لها خواص هلاميه او جيلاتينيه بتجمع الجزيئات مع بعض. فنبص نلاقي يعني عندي عمليتين بيتموا، عندي الكواجوليشن وعندي الفلاكوليشن السريع، ان انا اضيف الماده المروبه وعاوز اوزعها على كل الجزيئات عشان اشيل الشحنات اللي عليها في وقت صغير جدا، فانا بعمل تقليب سريع. التقليب السريع ده بيوزع الماده المروبه اللي احنا قلنا مثلا زي كبريتات الالومنيوم وفي مواد تانية. طيب بعد ما وزعت الماده المروبه، يعني هنبص تحت الكواجلانت ادد، اضفنا الماده المروبه، بنعمل تقليب سريع، ادي الجزيء الامبيورتس اللي هي الشوائب الموجوده في الميه الماده المروبه على الجزيئات، فده بيتم بعمليه اسمها كواجوليشن او فلاش ميكسنج او مزج سريع. فلاش يعني سريع، او ساعات بنسميها رابيد ميكسنج. بعد كده ما بتطلع من الخزان ده بتروح للخزان التاني. طب انا الجزيئات ديت انا عادلت الشحنات الكهربائيه اللي عليها، والماده المروبه لها خواص هلاميه وجيلاتينيه، فبتروح خزان تاني اقلب ببطيء، بنسميه جنتل ميكسنج او تقليب سلو ميكسنج، تقليب بطيء. التقليب البطيء ده بيدي الجزيئات فرصه انها تتجمع، فنلاقي اللي هي الجزيئات الحمراء الموجوده دي الجزيئات، الخضراء اللي جنبها دي الماده المروبه الموجوده لها خواص جيلاتين، فبتجمع الجزيئات دي مع بعض في جزيء كبير. الجزيء الكبير ده بيروح على خزان ترسيب اللي هو في اخر واحد التالت ده، بيحصل ترسيب للجزيئات لان بقى حجمها كبير فبتاخد وقت صغير في الترسيب. ودي صوره للفلوكس، الجزيئات دي بنسميها فلوكس بعد ما تتكون، اللي هي الفلوكس دي او الفلوكس، ادي صوره لها بالميكروسكوب بتبين شكلها وهي متجمعه مع بعض. الكواجوليشن، يبقى هنبدا بقى نتكلم عن الكواجوليشن. الكواجوليشن هي ذا ريموفال، هي ازاله اور نيوتراليزيشن الكتريكال شارج اوف بارتكل. يبقى ادي الجزيء الايه، ادي جزيء اهو اللي هو جزيء عليه شحنات سالبه، يبقى المواد العالقه اللي احنا لقيناها موجوده بيبقى عليها شحنات سالبه، يبقى الكواجوليشن هتبقى وظيفتها ازاله بقى الشحنات السالبه ديت او معادلتها. تاني حاجه بيؤدي لما بنشيل بقى ونعمل الازاله ده بيعمل
ديستابلايزيشن، تشتت للشحنات، او بيعمل عمليه انها تبقى ثابته، وده بيقضي على القوة اللي هي يعني لما عند الشحنات كل جزئين زي ما احنا شايلين عليهم شحنات سالبة، فلما نيجي نقربهم من بعض هيحصل ريبوليوشن او تنافر. فعملية الكواجوليشن بضيف مادة مروبة لها شحنات معاكسة، هتبقى شحناتها موجبة، بتزيل بقى الشحنات الموجودة ديت او تعادل. فلما نقرب الجزيئات ما يبقاش في مادة مقاومة، يبقى عملية الكواجوليشن دي عملية كيميائية، إن أنا بضيف مادة مروبة تزيل أو تعادل الشحنات الكهربية الموجودة على الجزيئات. الكولويدز هنلاقي الجزيئات دي بتبقى سسبنشن وما بتتجمعش مع بعض طبيعية، لها اكسسيف لارج سيرفيس تو فوليوم ريشيو، المساحة بتاعتها كبيرة بالنسبة لحجمها، فبالتالي بتفضل ثابتة في المية. الفورس بقى اللي هي الاكتنج انتوكولويد اللي هي القوة اللي بتأثر على العوالق اللي هي الموجودة في المية، أول حاجة الريبوليوشن فورس اللي هي النيجاتيف كولويد اللي هي الشحنات السالبة، كل العوالق عليها شحنات سالبة فبتتنافر مع بعض، في قوة تنافر ما بين نفس الشحنات، يبقى لو قربت جزيئين مع بعض هيتنافر. تاني حاجة في قوة اللي هي الاتراكشن فورس أو الانتر موليكيول اللي هي قوة الجذب ما بين النواة بتاع كل جزيء، زي مثلا احنا عندنا القمر بيدور حوالين الأرض، طب القمر ده ايه اللي بيخليه ثابت في المدار بتاعه؟ قوة الجذب ما بين مركز القمر ومركز الأرض. طب الشمس بتدور، الأرض بتدور حوالين الشمس، إيه اللي بيخلي الشمس تدور في مدار ثابت؟ اللي هي قوة التجاذب ما بين مركز الأرض ومركز الشمس. ده نفس الكلام موجود في كل الجزيئات، ما بين كل جزيء والتاني في قوة تجاذب ما بين الإيه؟ مركز الجزيء، فبنسمي دي الأتراكشن فورس. يبقى عندي الجزيء موجود عليه قوتين، قوة تنافر وقوة تجاذب. طب احنا لو قضينا على قوة التنافر دي يبقى دلوقتي سهل ان الجزئين يبقى في قوة التجاذب دي تغلب والجزئين يتجمعوا مع بعض مع المادة المروبة اللي هي لها خاصة جيلاتينية تربطهم مع بعض. فدي فكرة عمل تنقية المية، ان انا بشيل بقضي على قوة التنافر دي بحيث ان انا اخلي قوة التجاذب هي الغالب. لو جينا بصينا للكلام ده على الشمال كده، لو قلنا المحور الافقي اللي هو الديستانس بتوين كولويد، عندي اتنين بارتكل او اتنين مواد من العلقه، المسافه وقسنا المسافه ما بينهم وقسنا قوه التنافر وقوه التجاذب، فنبص نلاقي اللي تحت اللي هو الخط المنقط ده اللي هو الفاندر وول اتراكشن اللي هو قوة التجاذب، فاندر وول ده قوة التجاذب اللي اكتشفه واحد اسمه فاندر وول، يبقى دي قوة التجاذب. اللي فوق ديت اللي هو الريفوليوشن اللي هو قوة التنافر ما بين الجزئين، لو خدنا المحصلة بتاعتهم هيبقى الخط اللي هو السوليدز الاسود ده اللي هو النت انتر اكشن انرجي اللي هو الخط بتاع القوة. فهنبص نلاقي ان احنا كل ما بنقرب المسافه بين الجزيئات قوى التجاذب هي اللي بتغلب، اما بتبعد شويه هنلاقي قوى التنافر هي اللي بدات تغلب. فبالتالي لو احنا قضينا على قوى التنافر دي فيبقى تقريب الجزيئات من بعض سهل ونجمعه. اللي على اليمين ده بيبين لي مثلا ادي البارتكل اهو اللي هو في النص، البارتكل ده عليه شحنات سالبه بيجذب من المحيط اللي حواليه شحنات موجبه، فبتبقى ثابته حوالين الشحنات السالبه، بنسمي ديت ستيم لير. بعد كده الشحنات الموجبه دي بتجذب شحنات سالبه والشحنات السالبه بتجذب شحنات موجبه، بتكون لي سحابه من الايونات حول الجزيء. يبقى الجزيء ده لو في الطبيعه بيبقى عليه شحنات سالبه، الشحنات السالبه بتجذب الشحنات الموجبه اللي هي في الطبيعه اللي هي في الميه، الشحنات بعد كده بتبدا الموجبه تبدا تجذب سالبه والسالبه موجبه، فبيبقى حوالين البارتكل
بيبقى كده بنسميها سحابة من الأيونات. فنلاقي إن الطبقة الثابتة اللي هي موجودة فوق دي بيقول لي ستيم لير، الطبقة دي الشحنات السالبة بتاع البارتكل بتجذب طبقة ثابتة من الشحنات الموجبة ما بتتغيرش. ففرق الجهد على طرف الستيم لير ده بنسميها حاجة اسمها زيتا بوتنشال. يبقى اللي هي الزيتا بوتنشال ديت اللي هو فرق الجهد على سطح الجزيء. يبقى احنا كل ما الزيتا بوتنشال دي بتزيد قوة، كل ما قوة التنافر بتزيد. فاللي احنا بنعمله احنا عاوزين نقضي على الزيتا بوتنشال ده، ما يبقاش فيه فرق جهد كهربي على سطح الجزيء، فبالتالي يبقى الجزيئات سهل انها تتقرب من بعضها. يا دكتور جينا بقى نشوف الشكل ده نوضحه اكتر. دكتور انا عندي نوعين من القوى زي ما قلنا، الالكتروستاتيك ريبوليوشن اللي هو قوة التنافر، لو عندي جزيئين اهم اللي هو البارتكل عليهم شحنات سالبه فبيحصل بينهم ايه؟ قوة تنافر. والقوة التانية رقم اتنين اللي هي الانتر مركيور او الفاندر وولز اتراكشن اللي هو القوة الجذب. يبقى انا الجزيء بيبقى عليه قوه تنافر وقوه جذب بين الجزيئين. الكواجلنت بقى اللي احنا بنستخدمه عشان نقلل قوه التنافر اللي بتو ريديوس ذا الكتريك ستاتيك ريبليوشن. يبقى انا عندي يعني الجزيئين اهو لما اضيف له ماده مروبه، احنا الماده المروبه اشهر ماده عندنا هنا في مصر اللي بتناسب الميه اللي هي كبريتات الالومنيوم. يبقى الماده المروبه اللي ايه اللي سلي عليه شحنات موجبه هتعادل الايه الشحنات السالبه، فبالتالي هتقلل قوه التنافر ما بين الجزيئين. يبقى نضيف الماده المروبه ليه؟ عشان تقلل بقى قوه التنافر ما بين الجزيئين. طيب عمليه بقى تكوين الفلوكس او الندف، يبقى انا دلوقتي اللي انا بعمله ان انا عندي جزيئات صغيره بحاول اخليها جزيئات كبيره، الجزيئات الكبيره دي بنسميها فلوكس او ندف. فهنيجي من الشمال ده هنبص نلاقي بتتكون ازاي برضه، ده كله توضيح للفكره، يعني احنا بنتكلم الاول وبنوضح اللي احنا بنقوله. هنبص اللي هي الشمال هنا فوق، ادي الجزيئات عليها شحنات سالبه بينها قوى تنافر. طيب هنضيف جنبها في اليمين هنبص ضفنا الماده المروبه فبقى في شحنات موجبه حوالين الشحنات السالبه، فبالتالي ما بقت متعادله وقللنا قوى التنافر. هننزل بقى لتالت حاجة اللي هي على ناحية الشمال تحت، الجزيئات بدأت ايه تعادلت شحنتها بدأت تنجذب بقوة الايه الفاندر وورث فورس ديت، بقى يبدأ في ايه انجذاب. واحنا بنعمل عشان نقرب الجزيئات من بعضها بقى بنعمل ايه؟ يعني هنيجي فوق هنا الرسمتين اللي فوق دول بنضيف المادة المروبة ونقلب بسرعة، فبيحصل ايه؟ يحصل ان الجزيئات بقى زي ما احنا شايفين اللي هي البنفسجية تتوزع حوالين الجزيئات السالبة، يبقى الجزيئات الموجبة تم توزيعها حوالين الجزيئات الايه؟ السالبة. يبقى دي بنسميها الرسمتين اللي فوق دول بيمثلوا عملية الكواجوليشن. يبقى عندي جزيئات سالبة، الجزيئات السالبة دي ضفت مادة مروبة اتوزعت على الجزيئات او تزيل الشحنات، بنسمي العملية دي ايه؟ كواجوليشن. وده محتاج وقت قليل جدا، مجرد ان انا اوزع ماده مروبه زي ما انت حضرتك بتشرب الشاي تحط معلقتين سكر وتروح مقلب ثواني يبقى السكر ده في الميه على كل جزيئات الميه. دي نفس الكلام بضيف الماده المروبه بقلب بسرعه فبتتوزع على كل جزيئات الميه وبالتالي تعادل شحنتها. ننزل بقى للرسمتين اللي تحت هنبدا عاوزين الجزيئات دي تتقلب تتقرب من بعضها، لو قلبنا سريع هتتشتت لكن احنا بنعمل ايه؟ بنعمل تقليب بطيء بحيث ان الجزيئات دي نديها فرصه انها تتحرك يمين وشمال وتقرب من بعضها، فهيغلب عليها قوه فاندر وولز فورس قوه التجاذب بتاع فاندر وول، والجزيئات تبدا تتجمع فهتدينا الرسمه رقم اربعه اللي هي تحت ديت البارتكل اتجمعت مع بعضها مكونه ايه؟ فلوكس اللي هو الندف. يبقى بقى عندي جزيء كبير اخده اوديه خزان الترسيب يتم ازالته. يبقى هنتكلم بقى عمليه الكواجوليشن اللي هي الثيوري اوف كواجوليشن، نظريه الترويب. يبقى الكواجوليشن نظريتها بقى بالخطوات اللي بيتم فيها ايه؟ اول حاجه ايونيك لير كومبريشن اللي هي ضغط وازاله
الشحنات الكهربيه، لما اتكلمنا قلنا سحابه الايونات اللي موجوده حوالين الجزيئات ديت بنشيلها او بنعدلها. تاني حاجه ادزوربيشن، اللي هي توزيع بقى وامتصاص الجزيئات الموجبه على سطح الجزيئات السالبه، وده بيعمل عمليه معادله للشحنات الموجوده على الجزيئات. السويب فلو كوجوليشن اللي هي عمليه التقليب البطيء ده بقى عشان يبدا الماده المرغبه بتدوب في الميه بتتكون بقى والجزيئات تبدا تقرب من بعض، وبالتالي ده بيكون لي الماده المرغبه اللي هي ممكن يبقى لها خواص جيلاتينيه عشان تجمع بقى الجزيئات مع بعض. بعد كده بيتم تقليل الزيتا بوتنشال، وزعنا الجزيئات توزعت على سطح البارتكل اللي هي الماده المرغبه، اتوزعت على سطح الجزيئات الملوثه الموجوده في الميه، فقللت الزيتا بوتنشال بحيث ان ما بقاش في قوه تنافر ما بين الجزيئات وبقى في قوه تجاذب اللي هي بتاع فان دي الوالز. بعد كده بيبدا تجميع البارتكل مع بعض بواسطه التجاذب ما بينها، وبواسطه ان انا بعمل عمليه تقليب بطيء للميه فالجزيئات بتبدا تتجمع. فدي عمليه بنسميها نظريه الترويب، ان انا ازاله لشحنه الايونات الموجوده حوالين الجزيئات. تاني حاجه بنعمل معادله او ازاله للشحنات الكهربائيه الموجوده على سطح المواد الملوثه اللي هي البارتكل. تالت حاجة إن بيتكون عندي المادة المرغبة بيتكون لها يعني الكبريتات الألمونيوم بتحول لهيدروكسيد ألمونيوم. هيدروكسيد الألمونيوم دي مادة لها خواص جيلاتينية بتبدأ ممكن تجمع الجزيئات معاها وتسحبها معاها وتكون جزيء كبير. بعد كده بيتم إزالة أو تقليل زيتا بوتنشال، فرق الجهد اللي على سطح الجزيئات، فبالتالي يبقى سهل ان قوه فان دي الوال او قوه التجاذب انها تحصل وتجمع الجزيئات. بعد كده بنعمل جزيئات بواسطه تقليب بطيء للميه بحيث ان الجزيئات تتجمع وتكون لي الفلوس. ايه بقى اللي ايوه طب ما كده في المنطقه اللي انا بعمل فيها تقليب بطيء والشابه بتشتغل معايا بسرعه ممكن يحصل تصريف ترسيب حوض التقليب البطيء؟ لا، ما هو يعني احنا الترسيب عشان يحصل بيحصل ازاي؟ ان انا سيتلينج يعني الجزيء بيترسب، هو بيترسب بيبقى له سرعه يترسب بيها، انا بحافظ على السرعه في الخزان سرعه الميه نفسها بحيث انها ما تديش فرصه لاي جزيء يترسب في خزان التقليب البطيء. يعني ما هو ده الفرق بينه وبين الترسيب. انا هنا بقعد الميه في خزانه الترويب ده حوالي 30 دقيقه، الترسيب بقعده 3 لـ5 ساعات. 30 دقيقه ديت وانا بقلب ما بتديش الجزيء فرصه انه يترسب. ماشي تمام. بعد كده ايه هي العوامل اللي بتاثر على الكواجوليشن او الفاكتور افكت ذا كواجوليشن افشنسي؟ اي يعني ايه عشان ايه اللي بياثر بقى في عمليه الترويب؟ البي اتش اوف ووتر يعني درجه الميه حمضيه ولا قاعديه، ده بياثر بقى على الجرعه بتاع الماده المرغبه ونوع المراوب اللي بنستخدمه. فنلاقي ان الماده المرغبه افضل ماده مرغبه مستخدمه في مصر اللي هي كبريتات الالومنيوم لانها بتتفق مع خواص الميه. في بلاد بيستخدموا كبريتات الحديديك والحديدوز لان عندهم خواص الميه بتبقى مثلا حامضيه شويه او قاعديه شويه. تاني حاجه برضو اللي بيأثر الروتر بروبيرتس يعني التربيديتي ودرجه الحراره، خواص الميه الخام وكميه العقاره. يعني كل ما العقاره يبقى كتير كل ما عمليه ازالتها اسهل. لو العقاره اقل يعني ميه رايقه شبه رايقه بيبقى لان عشان اجمع جزيئات مع بعض وترسب بيبقى عمليه صعبه. خواص الميكسنج برضو قلنا بقى المزج البطيء والسريع، وقلنا وهنتكلم دلوقتي على الحاجه اللي زميلك اللي كان بيتكلم عليها بيقول لك طب ما هترسب، طب احنا بنعمل المزج بطريقه بحيث ان ما يبقاش فيه ترسيب وبيبقى متدرج.
نوع المادة المروبة المستخدمة، وده برضو بيعتمد على خواص المية. جرعة كواجلنت دوس اللي هي جرعة المادة المروبة، يبقى أنا دلوقتي بضيف جرعة مادة مروبة كبريتات الألمونيوم، طب بضيفها بكمية قد إيه؟ بنسميها كواجلنت دوس الجرعة. طب الجرعة دي بتبقى قد إيه؟ من 10 ل 70 مللي جرام وزن، يعني بضيف مثلا هنقول متوسط 30، هنا بنستخدمه في مصر 30 مللي جرام من القلم اللي هي الشابة لكل لتر، يبقى أنا كل لتر مية عشان أعمل له عملية تنقية بضيف له تقريبا 30 مللي جرام إيه قلم. طريقة الإضافة بتاع المادة المروبة، أنا بضيفها سواء بضيف المادة المروبة دي اللي هي الشابة بضيفها دراي يعني مسحوق، أو بضيفها محلول ويت دايبة في المية. طيب يبقى دي الفاكتور الافكت ذا كواجوليشن افشنس، العامل اتاثر على كفاءه الترويب. هنيجي نتكلم بقى على التايب اوف كواجلانت اللي هي انواع المواد المروبه. ماشي يا دكتور لو سمحت. ايوه النقطه بتاعت لو الميه اساسا داخلالي عكرتها قليل. ايوه طب في الحالة ديت الشابة يبقى تأثيرها قليل، طب هل ممكن إن أنا أضيف عكارة عليها ولا ما هو أزود الشابة؟ أنا دلوقتي أنت بتسبق المحاضرة، فإحنا بنضيف إيه؟ يعني لو المية العكارة بتاعتها قليلة إحنا بنضيف عليها إيه؟ مادة تاني بتعمل تعكير للمية، فممكن نضيف عليها كلي طمي. ليه بقى؟ بحيث إن إحنا هنضيف الكلي فهو ونبدا نجمعه تاني فياخد الجزيئات دي، هيشغل الشاب معايا وهي ايه وهيجمع الجزيئات دي معايا. تمام شكرا. ده الترويب. بالنسبه لانواع الكواجلانت، اول حاجه الالومنيوم سلفيت اللي هو كبريتات الالومنيوم، تاني حاجه اللي هي الفيريوس سلفيت اللي هي كبريتات الحديدوز، الفيريك سلفيت كبريتات الحديديك، والفيريك كلورايد كلوريد الحديديك. دي انواع المروبات الاساسيه اللي ممكن استخدمها هنا في مصر، بس احنا عندنا النوع الاساسي عندنا اللي هو رقم واحد اللي هو القلم اللي هو الشابه اللي هو كبريتات الالومنيوم. طب في حاجتين اساسيين في اختيار الماده المروبه اللي هي تو كي بروبرتيز اوف كواجلانت، اول حاجه انها لابد انها ما تكونش سامه، يعني ما تجيبش ماده مروبه اضيفها تكون فيها سميه تسبب سميه للناس، يعني يبقى الماده المروبه ديت تبقى هيلث كونسرن، لازم تكون لها يعني ايه ما لهاش اي ضرر على الصحه، دي اول حاجه. تري فايلنت ايونز يبقى لها عدد كبير من الايونات، يعني بضيف ماده مروبه الماده دي الغرض ان انا هتكون لها ايونات موجبه كتير، فما اجيبش ماده عدد الايونات قليل واستخدمها ماده مروبه، لا ادور على ماده يكون لها عدد الايونات اللي هي الحره بتاعتها كبير عشان ايه يعمل ازاله للمواد الايه للايونات السالبه الموجوده على الجزيئات. الكلام بقى نوع الماده المروبه، وده ما عندك في البي دي اف اللي انا نزلته لك. اول حاجه الالومنيوم سلفيت ده يعني كل الماده مروبه الغرض انها بتتفاعل مع الميه وتكون لي هيدروكسيد بتاعها، الهيدروكسيد ده اللي هو بيبقى فيه عدد ايونات كبيره وبيبقى له خواص جيلاتينيه، فالالومنيوم بيتحول لهيدروكسيد الومنيوم، الحديد بيتحول لهيدروكسيد حديديك او حديدوز، والكلوريد برضه هيدروكسيد حديديك. فبالتالي ان انا الغرض ان انا احول الماده المروبه بتتحول للهيدروكسيد اللي هو له خواص ولاميه وجيلاتينيه وله بينتج معاه التحول ده عدد كبير من الشحنات الموجبه، فبيزيل ويعادل الشحنات السالبه حوالين الجزيئات وبيجمعهم، تبقى ماده ولاميه في الميه تجمع الجزيئات مع بعض في جزيء كبير اللي هو بنسميه الفلوكس. الكواجلانت ايدز اللي هي مساعدات الترويب، يبقى انا قلنا في مواد بضيفها بتعمل عمليه الترويب. طب زي ما قلنا المشكله اللي زميلك قالها وقال الحل بتاعها ان انا عندي الميه ممكن يكون العكاره بتاعتها قليله، اما بضيف ماده مروبه واقلب صعب بقى بيبقى جزيئات قليله ان انا اجمعها في جزيء كبير. طب الحل ايه؟ اعكر الميه اضيف ماده بحيث انها تجمع. طيب في تاني حاجه، الميه ممكن يكون لها خواص قلويه خواص قاعديه، انا عاوز احول الميه
للخواص المية نفسها تبقى خواصها البي اتش بتاعتي في النص متعادلة، لا هي حمضية ولا هي ايه قاعدية. يبقى انا لو المية من المصدر مثلا حمضية شوية او قاعدية شوية، يبقى لازم اضيف مادة تعادل الحمضية او القاعدية ديت وتحولها للبي اتش اللي هو 7، اللي هي البي اتش اللي هي المية متعادلة. فبضيف مواد مساعدة للترويج. اول حاجة الالكالينيتي اديشن اللي هي مادة القلوية بتاع المية قليلة، فبنضيف المية حمضية، بنضيف مادة قلوية اللي هي اللايم اللي هو الجير للمية بحيث انه يزود القاعدية بتاعتها. اللايم اللي هو بيستخدم ازاي، هو عبارة عن الجير الحي بنضيف له، بيتم اضافة مية عليه بنحوله ميه، فبيبقى اللي هو الجير بيتحول لصوره اللي هو بنسميه الجير مطفي، وده بيستخدم ويتم اضافته للميه. البولي الكترولايت اللي هي المواد الصناعيه، الالكترولايت اللي هي البوليمر، المواد البوليمريه الناتجه من المنتجات البتروليه، ودي بتبقى لها خواص انها ممكن يبقى تديني عدد كبير من الشحنات الموجبه، ولها خواص انها لها عدد متعدد من زي ما بيقول الارجو، لو انت درسته في الكيمياء بتلاقي البوليمرات بتلاقي انها لها عدد متعدد من مش عارف اسمها ايه، بس هنقول ارجو كل او الاطراف، كل طرف عليه عدد من الشحنات الموجبه، فبتبقى تدي شحنات موجبه كتير وبتجمع جزيئات كويس. التربيديتي اديشن اللي هو الكلي، زي ما قلنا لو على الميه رايقه شويه بنضيف الكلي عشان ايه نقدر نجمع الجزيئات. تظبيط بقى المواد بنضيفها عشان نظبط البي اتش، زي الالكالينيتي اديشن لايم اللي هي نضيف اللايم اللي هو الجير، او بعض الاحماض زي او بعض المواد زي الصودا اش اللي هي كربونات الصوديوم، فديت ايه لو عشان نحول الميه لو القلويه او الحمضيه قليله بنضيف الصودا اش.